واصلت سلسله معارض اهل رمضان في ادفو وكومولومبو ونصر النوبه ودراو واسوان اعمالها بتقديم السلع الغذائيه والاستهلاكيه المختلفه باسعار مخفضه وجوده عاليه. المعارض تقام في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربه الغلاء ومواجهه ظاهره ارتفاع الاسعار والاحتكار وتخفيف الاعباء عن كاهل البسطاء ومحدود الدخل والاسر الاكثر احتياجا من خلال توفير السلع بكافه انواعها باسعار مخفضه لتلبيه احتياجات القاعده العريضه من المواطنين. الاسعار الحمد لله مناسبه مع المواطن البسيط، والحمد لله احنا بنحارب التجار اللي بزودوا اسعار المواطنين، وفي تكتل جامد يومين واتجاه من السيد رئيس الجمهوريه. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه وفر لنا الرز والسكر، الرز عامل 14 جنيه ونص وبرده السكر والزيت برده. اهلا بالمبادرات التي يتبناها الرئيس، ونحن نشكره على هذا، وان شاء الله مصر في ازدهار